لقد طالت موجات التشكيك معجزات الرسل والأنبياء، فسمعنا إنكارا للإسراء والمعراج، وإنكارا لنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهل لهذا الإنكار نصيب من العلم والمنطق؟ إن النبوة أمر خارق للعادة، فمنطقي أن يكون دليلها من جنسها، فهي أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، جاء على وفق دعوى النبوة سالما من المعارضة، فما العيب أو الخرافة في ذلك؟ إن معجزات الأنبياء ممكنة في قانون العقل، مستحيلة بسبب عادة الناس، ثم إن إعجاز الإله للإنسان حاضر ومشاهد في كل ما نراه حولنا من تفاعلات أصغر الذرات إلى حركات أكبر المجرات، فما العيب في ذلك؟ لماذا كل هذا الصخب لإنكار معجزات الأنبياء بلا برهان وتسويقها للجماهير كأنها أساطير الأولين؟ لقد أرسى مشايخنا قاعدتهم الجليلة في هذا الباب: كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم بالبرهان. ولا برهان معتبر لإنكار معجزات الرسل، ولا فائدة مرجوة من هذا الضجيج. اللهم إلا أن يكون مرادهم إسقاط قدسيات الأنبياء وعصمتهم عليهم السلام، والطعن في القرآن الذي أثبت لهم هذه المعجزات والخوارق.